على بعد خطوات من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وعلى مساحة 200 فدان يوجد هذا الصرح العلمي الكبير، جامعة دمياط، تلك الجامعة التي تتميز بنيتها التحتية بتنوع كبير في الموارد الطبيعية والاقتصادية. من أهم الإنجازات عندنا المراكز البحثية. جامعة دمياط من 3 سنين ما كانش فيها مراكز بحثية، النهاردة جامعة دمياط فيها 5 مراكز بحثية على أعلى مستوى بالتجهيزات. برضو أيضا عندنا المعامل البحثية في كليات الجامعة تم تأهيلها بأحدث الأجهزة. لا، النهاردة جامعة دمياط بدأ يبقى لها وضع تاني، تظهر في التصنيفات في أفضل الأماكن. أبسط حاجة لما أضرب مثال، إحنا واخدين التاني محليا في تصنيف التايمز، إحنا في تصنيف ستانفورد إحنا في 10 من العلماء بتوعنا ظاهرين. لما نيجي نحسبها نسبة وتناسب، لا، إحنا من أعلى الجامعات في مصر، لأن إحنا عندنا 1000 عضو تدريس. لما يبقوا فوق 10 في ستانفورد، لا، إحنا جامعة يعني زي ما هنقول إحنا ماشيين في طريق صح، بنشتغل وفقا لمنهجية واضحة، وإن شاء الله بنوعدكم إن القادم في جامعة دمياط تكون أفضل. ظلت جامعة دمياط لسنوات فرعاً لجامعة المنصورة داخل محافظة دمياط، إلى أن جاء القرار الجمهوري عام 2012 بانفصالها عنها واعتبارها جامعة مستقلة بذاتها. جامعة دمياط فيها عدد من الملاعب، كرة القدم، كرة السلة، الطلاب بيلعبوا كرة السرعة، أيضاً في عندنا طلاب متميزين في ألعاب التايكوندو والكاراتيه والمصارعة، في مشاركات عديدة في أسبوع شباب الجامعات، في أسبوع الأسر، في المسابقات الترويجية للطلاب المبتدئين مثل طلاب السنوات الإعدادية والسنوات الأولى في الجامعة. بنهتم بدعم الباحثين سواء على مستوى أعضاء التدريس أو المعاونين أو حتى الطلاب، من خلال توفير أي ميزانية محتاجة للبحث العلمي بنوفرها من خلال التمويل اللي جاينا أو التمويل الذاتي اللي موجود في الجامعة، بالإضافة إن إحنا عندنا مراكز جديدة افتتحناها خلال عامين زي مركز حضانات الأعمال وبيت الخبرة لتسويق الخدمات الجامعية، ودي كلها بتهتم بدعم صغار الباحثين وتشجيع الأفراد على إقامة مشروعات خاصة من خلال حضانات الجامعة. العديد من الإنجازات حققتها جامعة دمياط خلال السنوات الأخيرة، معامل ومراكز بحثية جهزت وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، كذلك إعداد كوادر تخدم سوق العمل وتتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة. جامعة دمياط جامعة كبيرة استطاعت أن تحقق ذاتها وتثبت وجودها على خارطة الجامعات المصرية، جامعة لديها ما يكفي من إمكانات لتكون واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وذلك سعياً لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. أميرة أمر، إكسترا نيوز.